السلام عليكم احبتي في الله، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، قناه اختكم ريتات، ونورتوني بزيارتكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. في هذا الفيديو جبت لكم هذا المنتوج انتي مالين خاص بالنساء، وراح نتكلم لكم عليه. الفوائد نتاعو راهو هايل بزاف بزاف، ان شاء الله اللي يشوفوا الفيديو غير يشريوه. لأول مرة زوروا قناتي، إن شاء الله تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي على بركة الله. هذا الفيديو، هذا المنتوج أنتي مالين، قلت لكم هو خاص بالنساء، يعالج الفطريات الجلدية المهبلية، ويعالج الحرقة، ويعالج ويعمل على التئام الجروح. هو مضاد للفطريات، وفيه ريحة جميلة جدا لأنه مصنوع من الخزامة، هي الاساس. المكونات تاعو هي زيت الخزامه وزيت الجورانيوم وزيت اللوز والصبار والجليسيرين، وهذا كامل ملاح للجلد، يعالج الحاله. يعني تصاب المراه مره على مره تصاب بهذه الحالات، بهذه الحاله الفطريات او الحكه. هذا انتي مالين يعالج الحاله في ظرف يومين او ثلاث. من الأحسن أنه كل وحدة تكون عندها منتوج من هذا المنتوجات، يعني كاينين أشكال وأنواع منهم، تكون عندها في البيت ديما، يعني تستعملها في بداية الحالة حتى ما تزيدش الحالة عن حدها. من الأحسن في بداية الحالة تعالجها بهذا المنتوجات. أنا استعملت هذا أنتي مالين، وهو مليح بزاف، ويعالج قلت لكم في ظرف يومين الحالات هذو. واش حنقول لكم، حنتكلمكم على السعر. هو 47000، السعر تاعو راهو رخيص، ماشي غالي مقارنه بمنتوجات اخرى راهي غاليه بزاف، ممكن 160 170 واكثر. هذا 47000 فقط السعر تاعو، في متناول الجميع. وقلت لكم هو للاستعمال اليومي، تقدر تستعملوه يوميا. بالنسبة للحامل تقدر تستعمله عادي، ما تخاف حتى من أضرار، ما راح يدير لها والو، لأنها كلها زيوت، زيت الخزامة قلت لكم، واللوز والجرانيوم والصبار والجليسيرين، ويعني رايحة تتحصل وعلى النتيجة اللي تحوس عليها، تحس بارتياح تام. لانه هايل هذا انتي مالين. وهذه هي الفيديو تاع اليوم، غير حبيت نفيد الاخوات بهذا المنتوج. والحاجه المليحه يعني السعر نتاعو ثاني رخيص بزاف، 47000 مقارنه مع الاخرين قلت لكم غاليين بزاف. وريحته مليحه وفيه نتيجه مليحه، يعني ما تحقريش تشوفي السعر نتاعو تقولي رخيص ما يجيبش نتيجه، وتروحي للمنتوجات الغنيين. بس هذا انتي مالين قلت لكم سعره مليح والنتيجه راهي هايله، وما تندميش عليه نهائيا. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. مع السلامه، في فيديو قادم ان شاء الله، والى الملتقى. السلام.